واحد من ولاد الساكنه ديال هذه المنطقه شارع رباط الدريبه في قاد الدراوي. المهم حنا غير دراري بيناتنا، ما جمعيه ما حيز ما تابعين حتى شي حاجه، حنا غير دراري بيناتنا ضرباتنا الغيره على الحومه ديالنا. وقلنا علاش لي كاع الحومات بحال المدينه القديمه بحال الحومات الاخرين تبارك الله عليهم، علاش هذوك نلقاو الناس اللي معاهم القور تما ومعاهم كيدعموهم، حنا راه ما عندنا لا قور لا مرشحين لا والو، حنا غير دراري بيناتنا. درنا كوتيزاسيون واحد الثمن اللي هو بسيط، كل واحد عطى من المال ديالو الخاص، كل واحد عطى على قد جهدو. جلنا شويه تجير، جلنا شويه تسباغ، قلنا علاش اللي ما حتى حنا يكون الدرب ديالنا من احسن الدروبه اللي في مدينه اسفي. ودابا كنطالب من المسؤولين باش يديروا واحد الالتفاته للصابه، لان الصابه هذه كتجمع المجرمين وكتجمع الناس اللي قباح اللي خطر على السيكتو. علاش كيستغلوا هذيك الظلام، هذيك ما كايناش الاناره، عدم الاناره كيستغلوها كيجيو كيريحوا لينا هنايا. وكنطلب من المسؤولين يجيبوا لينا غير جبولات، بين حنا جوج جبولات، حنا محتاجين الاناره، هاد الساكنه محتاجه الاناره، الدرب كامل فيه الظلام. علاش اي مجرم كيكون هربان غادي طالع كتبان لي دريبه مظلمه كيقول اجي ندخل هنايا، الا جيتي بالليل غيبانوا لك هنا المجرمين بزاف مريحين، كل واحد حاط سيف وقراو مريح لينا هنا. كنطالبوا من المسؤولين بالاناره وشكرا. الله يجزيكم بخير. تنطلبوا من المسؤولين يجيو يشوفوا لينا هاد الخربه، فيها طوبات فيها خناز فيها بزاف الحوايج، والصعبه كيجيو يدخلوا لها المجرمين. خاصنا ديما يكونوا البوليس رجل الامن يكونوا يراقبوا هاد الدريبه شويه ويعطوها وقت شويه، راه ما عطيناش وقت بصفه نهائيه من اي ناحيه. دابا الدراري راهم الناس اللي مجموعين باش معاونين باش كيجيروا باش كينقوا الدريبه باش كيقادوا المسائل. والله يجزيكم بخير وشكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.